أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج المشهد. أعلنت ناشطات نسويات 25 من نوفمبر من كل عام يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة، وأقرت الأمم المتحدة ذلك منذ عام 1999. وقد جابت مناطق متفرقة من كبرى العواصم العالمية مظاهرات حاشدة بهذه المناسبة، داعية إلى وقف جميع أشكال العنف التي تستهدف النساء. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أرحب بضيفاتي هنا في الاستوديو، السيدة عبير البلبيسي أخصائية نفسية وناشطة في مجال حقوق المرأة. أرحب بضيفتي أيضا السيدة لانا الصميضعي رئيسة جمعية المرأة المسلمة السابقة. أهلا بكما ضيفتين على هذه الحلقة. أبدأ معك سيدة عبير، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة بشكل عام، كيف لنا أن نجمل هذه الانتهاكات؟ بشكرك على استضافتنا إلى موضوع كثير مهم لجميع السيدات العربيات. بحب أحكي أنه عندنا أنواع متعددة من العنف. عندك العنف الجسدي وهو أكبر أنواع العنف بحق المرأة، إضافة أنه عندك العنف السلبي اللي هو العنف اللي بيكون فيه حرمان مالي، بيكون فيه حرمان عاطفي، فبيسموه أيضا أحيانا العنف العاطفي أو العنف السلبي. وإضافة إلى أنه هناك في العنف الجنسي. هدول أكثر أنواع من العنف اللي المرأة ممكن تتعرض لها. طبعا في أمور أخرى ممكن تكون بتعاني فيها، لكن ضمن هاي الشمسية زي خلينا نقول اللي هم موجودين في أيامنا هذه بتتعرض لها. سيدة لانا، يعني كيف يبدو وضع المرأة العربية مقارنة بالمرأة الغربية في إطار هذه الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة بشكل عام؟ ربما يظن البعض أن الحال المرأة الغربية أفضل من العربية، إلا أن كل منهما يعني يعاني، ولكن بطريقة ربما مختلفة. لا شك أن الحروب والنزاعات والأمور التي مر بها يعني تاريخ الحافل لدولنا العربية أثر كثيرا، وربما حتى أن العربيات نقلوا هذه المخلفات هنا إلى الدول الأوروبية وإلى الغرب، لأن الإنسان ليس مفصول عن ماضيه وتاريخه، إنما هو وليد هذه الأحداث. فأتوا حتى عندما أتوا هنا يعني إلى دول تسمى دول القانون والحريات، أتوا بهذه الأمور نتيجة حقيقة للأذى الواقع. طبعا يتنوع مثل ما تفضلت السيدة بعنف جسدي نفسي جنسي، يعني أشكال وأنواع من العنف، ولكن لا شك أن الدول العربية تعاني أكثر، كون الحروب يعني حقيقة والنزاعات تؤثر بشكل أكبر. ويعني لك بأن ترى تلقي نظرة على المخيمات وما يجري فيها وغير ذلك ممن وصلوا من حالات اللجوء، فحقيقة الواقع يعني سيء للأسف. نعم، أشرك معي السيدة أيضا إشراق الكامل الباحثة في القانون الدولي من اسطنبول. أهلا بك سيدة إشراق. يعني هل تبدو المرأة العربية خلال هذه المرحلة يعني من أكثر النساء العرضة فعليا لحالات العنف بالنظر لبؤر الصراع والمناطق الغير مستقرة؟ سيدة إشراق هل تسمعينني؟ أهلا وسهلا، الآن أسمعك يا أستاذة سوسن. نعم أهلا بك، أعيد عليك السؤال مرة أخرى. هل المرأة العربية الآن يعني تبدو تفضلي. أكثر النساء عرضة لكافة أشكال العنف في ظل الحالة التي تعانيها في بؤر الصراع والمناطق الغير مستقرة؟ نعم أستاذة سوسن، خلينا نتحدث بداية أنه ممكن النسب يعني نسب المرأة العربية التي تتعرض إلى العنف نسبة مرتفعة جدا، ولكن يعني لا يجب أن نتغافل أنه نسبة 35% من النساء في العالم كافة يتعرضن للعنف. صحيح. ونسبة 38% يعني يتعرضن للقتل سنويا، وهذا يعني حسب منظمة الصحة العالمية، ولكن يظل أنه
خلينا نقول أن النسب في بؤر الصراع وفي بؤر الأزمات كثيرة ونسب مرتفعة جدا، حيث أنه حسب الإحصائيات، إحصائيات الأمم المتحدة، 15,000 امرأة سورية قتلت منذ الصراع الدائر في سوريا، وهذه نسبة حقيقة مفزعة ونسب كارثية جدا. نعم، أعود لك سيدة عبير، يعني ما هي أسباب يعني أشكال العنف هذه المنتشرة ضد المرأة، سواء الذي تتعرض له المرأة العربية أو المرأة الغربية؟ يعني حتى عندما نريد أن نتحدث عن حالات العنف، قد يفاجأ البعض أيضا بالأرقام هنا في الدول الغربية. نتوقف عند بعض الأرقام. الرئيس الفرنسي يعني قال إن العنف الأسري الذي تتعرض له المرأة إنه عار على فرنسا، أن تلقى امرأة حتفها كل 3 أيام في فرنسا جراء العنف. أيضا هنا في بريطانيا حوادث العنف المنزلي في بريطانيا ارتفعت بنسبة 38% في غضون 5 سنوات، وبمعدل حالة كل 37 ثانية. تكشف أيضا الإحصاءات بأن امرأتين في بريطانيا تفقدان حياتهما كل أسبوع نتيجة العنف. بالزبط. يعني أرقام مرتفعة جدا. بالضبط. يعني شوفي، إن إحنا لما بدنا ننظر لأسباب العنف شو هي، أو خلينا نكون نقول بين المرأة والرجل، هو بده يكون في حوار. مجرد هذا الحوار انكسر، هون تبدأ المشاكل. فالرجل لما بده الهدف من العنف الجسدي، خلينا نقول، هو نوع من السيطرة على المرأة والهيمنة عليها والتقليل من الثقة بنفسها. فهذه الأشياء هي اختلاف في العادة في المعتقدات بين الطرفين، وبتختلف مع الزمن. يعني الحياة الزوجية مع بتمر في مراحل، وهذه المراحل مع الزمن بتلاقي فيها إنه بيصير في برود في العلاقة الزوجية أو في الحميمة بينهم، فبيؤدي هذا إلى نوع من السيطرة عند بعض الرجال بطريقة اللي هي حتى يقدر يوصل للهدف تبعه بطريقة غير، يعني ما فيها احترام، فبيكون فيها السيطرة عليها جسديا أو عاطفيا. هذه الأسباب سواء كانت في بريطانيا أو في الأردن أو في أي دولة عربية مش بتختلف بسبب وين هي صارت، هي بتختلف بالنسبة للشخص نفسه. الشخص نفسه ليش بيسوي هذه التصرفات، ليش بيقوم بهذه السلوكيات. ففي انت عندك مثلا الناحية المادية، هاي الأيام يعني لها سبب، بتلعب دور كتير كبير. الأسرة الأصل، يعني هل هو في شاف في طفولته الأب كان يضرب الأم، فهذه شيء متوارث. صحيح. فهذه بتلاقيها من الأشياء اللي يعني خاصة في دول الغرب، هذا شيء يعني زي كأنه موروث وإحدى الأسباب. تناول المخدرات أو الكحول، هذه في بريطانيا بالذات يعني بتلاقيها نسبة عالية. صحيح. بعد ما ياخذ كاس أو كاستين أو ثلاثة بتلاقيه صار ما في نوع من الحوار المجدي بينه وبين المرأة، فممكن من نوع السيطرة عليها بتلاقي هذه الأسباب. نعم. سيدة لانا، في المقابل المجتمعات العربية، تحدثنا عن المجتمع الغربي، يعني ما هي أسباب العنف، ارتفاع نسبة العنف وانتشار هذه الظاهرة في المجتمعات العربية؟ يعني ربما لا ننسب الأمر إلى فقط يعني العلاقة الزوجية كزوج وزوجة، أنا أنظر يعني إلى أبعد من ذلك، أنظر إلى النظرة الدونية إلى ولادة البنت والولد. فلك أن تري الاحتفال بالمولود الذكر كيف يكون، والاحتفال بالمولود الأنثى كيف يكون. ما زالت قائمة للأسف، يعني قائمة إلى يومنا هذا، الأهازيج والزغاريد وليرات الذهب وغيرها تلقى عندما يأتي الولد أو حفلة الولد، والأنثى ربما حتى لا يبارك لها ولا يؤتى لها. وسمعت للأسف ممن لا يعني من لا تبارك حتى لولادات الأنثى، تبارك فقط للذكور من النساء. يعني انظر إلى مستوى التخلف الذي نحن نصله، حيث المرأة تعادي المرأة. يعني للأسف نحن ليس فقط الذكر هو الذي يعادي المرأة، إنما وصلنا إلى مرحلة المرأة تعادي المرأة. فالحقيقة الأمر وليد هذا الأمر اللي هو النظرة الدونية، ثم يأتي حتى على مستوى الممارسات الاجتماعية وحتى الحقوقية.
فنجد أن حتى القوانين التشريعية لا تساعد المرأة بشكل كبير في الدول العربية على الأقل. دولتين فقط هي التي تجرم الاعتداء والعنف ضد المرأة وهي الأردن والمغرب. من أصل 10 دول يعني عندها قوانين لمكافحة العنف والبقية عليها السلام، يعني لا, 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 لا شيء ولا كلام ولا صوت للمرأة. وبالعكس أن هناك بعض الدول خاصة يعني بعض الدول الخليجية في بعض تشريعاتها وقوانينها من يعني تدحض المرأة وتقتل حق المرأة. ولذلك نجد بين حين وآخر يعني بعض الهتافات، طبعا لا أقتصر أنا على الأمر الذي انتشر مسألة قيادة السيارة أو غيرها، أنا أنظر إلى نظر شمولية أكثر من ذلك، يعني في العلاقات وفي الحقوق وفي الأمور الأخرى. فننظر أن الأمر شمولي سواء كانت بنت أخت زوجة، فيعني أرجو أن لا يقتصر الأمر فقط على مسألة أن مثلا ربما يكونون زوجين أو خلافات أو غيره. للبنت كمكون في كمكون المجتمع. نعم. أشركي معي أيضا السيدة إشراق الكامل. يعني سيدة إشراق، ما تحدثت عنه ضيفتي هنا في الاستديو وهو الذي يندرج تحت عنوان العنف الثقافي في المجتمع، هل هذا العنف هو ربما الأخطر ويندرج تحته جميع أنواع العنف ضد المرأة والتي تمارس تحت مسمى العادات التقاليد الموروث الاجتماع الخاطئ؟ سيدة إشراق، يبدو أننا فقدنا الاتصال بها. أعود لك سيدة عبير، يعني هل هذا هو ربما يعني أكثر أو أخطر أنواع العنف ضد المرأة؟ لأنه فعلا يعني تحت هذا البند تندرج أنواع العنف الأخرى، العنف الثقافي، التفكير في المرأة كمكون في المجتمع، هل هذا التفكير ما زال سائدا في مجتمعاتنا العربية؟ في طبعا اكيد في مجتمعاتنا العربيه، لكن انا هون بدي احكي لك انا يعني من خلال خبرتي انه بلاقي انه العنف الجسدي صار هو بنحكى فيه اكثر من اي نوع. برايي انه العنف السلبي او العنف العاطفي في المجتمعات العربيه يمكن يكون مش يعني ما بنحكي فيه ابدا، لانه المراه بتحس انه عيب اذا بدها تحكي العيب. ثقافه العيب اذا بدها تحكي قدام اهلها او صحباتها، يعني سواء العنف كان من ابوها او من اخوها او من حتى في العمل بتلاقي انه كثير عيب تحكي فيه. فبتلاقي هذا في بلادنا العربيه، حتى يمكن في الاردن او في المغرب، يمكن العنف العاطفي لساتنا ما حطينا له قوانين كما يجب. حتى في 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 يعني في الغرب ما بحس انه العنف اللي بنتعامل فيه اللي هو العنف الجسدي اكثر من احنا بنتعامل فيه عن العنف العاطفي. والعنف العاطفي هو له اكثر سلبيات، يعني العنف الجسدي بالضبط، العنف الجسدي بالضبط بالضبط، لانها الست بتستحي تحكي بتكون وبتؤدي الى امور امراض نفسيه وامراض جسديه. فهذه يعني برايي اللي هي اكبر من العنف الجسدي، اللي هو بجرد بنقول انه في فرنسا امبارح بيقولوا 3 باليوم عم ننظر للامور اللي هي عمالها بتصير قدامنا بنشوفها، لكن الاشياء المخفيه لساتنا ما عمالنا نحكي فيها. فاحنا بدنا مسيره طويله لنشتغل على هذا المجال. طيب. يعني سيده لانا، المراه العربيه تتعرض لعنف والمراه الغربيه تتعرض لعنف، لكن ما الفرق؟ يعني هل المراه العربيه ما ينقصها الحمايه، لكن المرأة الغربية تتوفر لها الحماية القانونية في حال تعرضت لعنف؟ يعني حتى في الدول التي تسن القوانين كلاهما نستطيع أن نقول هناك حماية، لكن الحماية تختلف، ربما تؤدي إلى نتيجة وربما لا تؤدي إلى نتيجة. يعني لكن الفكرة هنا هل بالفعل الأرقام والإحصاءات صحيحة حتى نلقي الضوء صحيحا على الأمور؟ هل هناك أشياء كثيرة مخفية؟ هل نضع أيدينا بالفعل على الأسباب الحقيقية؟ أنا أعتقد من خلال يعني عملي المجتمعي وفي بعض الأحيان الإصلاحي، أغلب المشاكل عندما أنزل لجذورها هي عاطفية. من تكلم إلى الآن على الموضوع العنف العاطفي؟ يعني عشرات السنين تعيش المرأة مع هذا الزوج ولا تسمع كلمة طيبة أو هدية
أو مكافأة أو حتى نظرة بمعنى أنها مقدرة، حتى النظرة سبحان الله بخل يعني في المشاعر والعواطف، فيؤدي بالتالي إلى خلاف، إلى تلاسن، إلى غيره. صحيح. ثم يؤدي إلى العنف الجسدي. نعم حتى هنا بالرغم من وجود طبعا غطاء يعني قانوني، لكن ما زال هناك اختراقات، لأن الرجل هو الرجل، العقلية هي نفسها، فهو يعني بنظرة حتى لو هو تعدى على الأنثى طيب سجن أو كذا أو عقاب ثم يخرج، فلا يبالي. نعم. بس برضو في عندك إنه بالنسبة بعض النساء ما تزال عدم تقديرها لنفسها، فهي ما تزال بتشعر إنه مثلا الرجال قوامون على النساء، فمعليش يعني هذا هو معليش في مجتمع النساء إنه معليش، أو إنه إذا بدي يعني هو سبب يعني في عفوا خطأ في معنى القوامة، خطأ في فهم القوامة بالضبط، القوامة موجودة مزبوط. يعني نقربها نعم. أو بتصير تقول لك يمكن أتطلق من هذا، في عقدة الطلاق. صحيح. عرفتي كيف؟ وخاصة إذا كانت هي مش معتمدة على حالها ماديا، يعني ما بتشتغل الست، فبتسكت على هذا العنف في سبيل إنها تربي أولادها، في سبيل إنها يعني ما تصير موصومة في هذا المجتمع. فهذه كتير مهم إنه هي تطوير المرأة، مش بس تدريسها في المدرسة وتروح على المدرسة وتقرأ وتكتب، تثقيف المرأة في حقوقها. نعم. هذا كتير مهم في بلاد العربية. نعم. أعود للسيدة إشراق الكامل الباحثة في القانون الدولي من اسطنبول. يعني سيدة إشراق، إذا أردنا أن نبحث في أسباب انتشار أو توسع ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية على مختلف درجاتها، كيف لنا أن نجمل الأسباب؟ نعم، أسفة على الانقطاع الصوتي الذي كان، ولكن عندما نتحدث عن أسباب توسيع دائرة العنف علينا بداية أن ننظر لتركيبة مجتمعاتنا وأن ننظر إلى عرفنا. يعني هناك قواعد عرفية تنتشر في مجتمعاتنا العربية للأسف، يعني قائمة على أساس أنه الرجل يعني هو قوام، الرجل أفضل من المرأة وكذا، يعني خلينا نقول ميز جنسي. نعم، علاوة على أن المرأة بعد في مجتمعاتنا العربية لم تتعود على خلينا نقول عن البوح بما يحصل لها في البيت، هذا إذا تحدثنا عن العنف الأسري، أو النظر يعني لما يسمى لما يعرف بالفضيحة في مجتمعنا، مثلا إذا تعرضت إلى عنف من قبل عنف جنسي، مثلا تحرش جنسي سواء كان لفظي أو مباشرة. يعني المرأة ما زالت في مجتمعاتنا تخشى من مصطلح مطلقة وتخشى من مصطلح عانس للأسف، وهذا ما يروجه المجتمع. أنا أعرف أنه هذا سلوك سلبي، ولكن هذا ما يروجه المجتمع، وهذا ما تربينا عليه للأسف في مجتمعاتنا العربية. دعيني أقول لك أستاذتي الكريمة أنه عندما تنتظر المرأة في بعض الدول العربية فتوى دينية سياسوية، وذكرت سياسوية لأنه الدين براء منها لقيادتها للسيارة، فهذا سبب لحاله، يعني سبب لوحده كافي بأن ينتشر العنف في مجتمعاتنا. عندما خلينا نقول عندما ينظر للمرأة التي تشتغل بدوام كامل على أنها مهملة لعائلتها، فهذا أيضا سبب. عندما ننظر للفتاة التي تكمل دراستها على أنه فتاة متمردة وستظل بين ظفرين عانس، فهذا سبب. والأسباب عديدة أستاذتي الكريمة. صحيح. يعني أسباب كثيرة جدا، ولكن أنا أحمل المسؤولية كما أحملها للمجتمع، أحملها للعائلات التي لازالت لم تربي أبنائها على المساواة في الحقوق والواجبات، وأحمل دولنا العربية التي بعد لم تفقه أنه علينا أن تكون هناك قوانين صارمة واضحة للحد من العنف. نتحدث عن بلدين. صحيح. قبل 2017 فقط يجرمنا العنف ضد المرأة، هما الأردن والمغرب، وثم التحق بالركب تونس. يعني 2017، ويعني القانون الذي يجرم العنف الصادر بالرائد الرسمي يوم 11 أوت 2017. يعني خلينا نتحدث عن 3 دول فقط تجرم العنف ضد المرأة. هنا نتحدث عن أسباب كبيرة، نتحدث عن دور الدولة، عن دور المجتمع، وعن دور المرأة نفسها التي تسكت عندما تتعرض للتحرش الجنسي. صحيح. وعندما تتعرض للعنف من زوجها، وعندما تتعرض يعني للعنف من أي رجل. سعود. وللمرأة التي تسكت عندما تتعرض
تعرض للتمييز بينها وبين الرجل أثناء العمل، يعني في الحياة العامة أو الخاصة. نعم. هذه أسباب عديدة أستاذتي الكريمة، وللأسف يعني نحن نحاول جاهدا أن نجد حلول، وأن تكون هذه الحلول نابعة من المرأة نفسها. سأعود لك سيدة إشراق، أعود لك سيدة لنا. التمييز القانوني ضد المرأة، وهو ما ذكرته السيدة إشراق من اسطنبول، إلى أي مدى هناك فعلا تمييز قانوني حقيقي ضد المرأة في المجتمعات العربية؟ مثلا قانون الجنسية، المرأة لا تمنح أولادها الجنسية، القانون في رؤية الأطفال، القانون في النفقة، قوانين عديدة فعلا، القانون في سوق العمل. يعني هذا شكل أيضا من أشكال العنف خطير، وكأنه الرجل أيضا هو المتسبب، لأنه هو الذي وضع القوانين بصراحة. يعني لو وضعت القوانين وكان هناك عدل في عندما يوضع القانون، يستجلب النساء وتأخذ وجهة نظرهم، فلما صدرت هذه القوانين. يعني في قوانين لا تحتاج لوجهة نظر، يعني في حقيقة قوانين يجب أن تكون سواسية فيها المرأة تكون سواسية من البداية، لكن سياسات. أي نعم، سياسات. مثل ما يعني مثلا موضوع إعطاء الجنسية، طيب من الذي سيعاني؟ ستعاني الأم. يعني هو ربما عندما يقول لا فقط لأن ينسب الولد لأبيه ويجب أن يعطيه الجنسية أبيه، طيب أنت يا أخي ألم تنظر إلى بعض الحالات الاستثنائية؟ يعني صحيح. نعم، عندما ننظر بشكل عام لا شك نحن نحترم، يعني ونؤكد في هذه الحلقة يعني للمشاهدين الكرام على احترامنا لقيمة الرجل ولوجوده ولكلمته. يعني نحن لا ننادي أن تكون القيادة والسلطة في البيت تماما للمرأة، هذا خطأ. على فكرة هي الموضوع توازن يا جماعة، هي شعرة بيناتهم، لو تجاوزت أخطأنا الحساب. يعني لا الرجل يطغى ولا أيضا المرأة. يعني أرجو أن لا تفهم من حلقتنا أو كلامنا اليوم هو التمرد والعصيان والخروج على الرجل بدعوى أن لا، يعني أنا إلى حق وأنت لك، ليس بهذا أسلوبه بهذه الطريقة. نحن عندنا جهل بطريقة التعامل في الأشياء وطريقة التعاطي أيضا مع القوانين، وبالتالي ولدت أيضا لدينا حقيقة مشاكل عند النساء وتمرد، فجعل الرجال يتخوفون عندما تأتي كلمة حق. خلاص يتخوف، يقول لك يعني انظر إلى الحالة الفلانية والعائلة الفلانية وكذا وكذا ماذا حصل، أنا لا أريد ذلك، خليني بمعنى أستر على بيتي وبناتي. فللأسف يعني عندما تسيء واحدة أو اثنتين ينجلي هذا الأمر أو ينطلي على الكل. يعني بس برضو كمان التمرد اللي صار، يعني حتى نكون يعني منصفين في حق الرجل، إنه في بداية التسعينات في أوروبا بدأت عندنا حركة برضو الرجال، يعني صار في عنف للرجال من النساء. فهذه هو اللي أنا بأكد مع الأخت لانا، إنه إحنا بدنا ما نكون إنه كله ضد الرجل أو كله ضد المرأة، لا، في حركة جديدة. وبتمنى انه ما نشوف هذا الحكي في العالم يعني العربي، لانه الاستوديو الاخوه قالوا لي رجاء يعني العنف ضد الرجل بالضبط. يعني فقلت لهم لا، يعني سننصف يعني ان شاء الله، يعني ليس الكلام كله فقط للمراه، هناك يعني نعم توازن. طيب سيده عبير، يعني عندما نتحدث عن التمييز القانوني، يعني لماذا هذا التمييز ما بين المرأة والرجل في القوانين في المواضيع التي ذكرناها؟ ما هو بدنا نرجع للعصور يعني القديمة، أو كان دور المرأة هو دور الرعاية دائما، فهي رعاية للبيت، رعاية. ففي الفترة خلينا نقول في بداية السبعينات اللي فيها بدت الحركات التساوي بين النساء، الفيمينيزم، وهاي كليتها هذه الأسباب أدت إلى تغيير في القوانين. سواء يعني خلينا نقول في بريطانيا بدت في 1850 بدت حقوق المرأة، بس بال 1970 بدت القوانين اللي هي القوانين الصارمة في حق أيهما، سواء الرجل أو المرأة، في العنف الجسدي أو العنف الفكري أو العنف العاطفي. هذه كلها الأسباب ليش يعني أعطت المرأة قلة الانخراط في أخذ القرار، في خلينا نقول يعني صناعة الموقف. لأنه أولا دائما كانت هي الأم الراعية بس، أو إن هي بس إلها البيت،
عرفتي كيف؟ والرجال هو بدأ بس هذا اختلف طبعا بالضبط. وزي ما قلتي كنا نحكي هلا خارج الاستوديو انه يعني يا ريت هلا في صار عندنا سياسه جديده انه نعطي المراه حقها اذا بتاخذ القرار انه هي تقعد في البيت وتربي اولادها، لانه هي دائما عمالها بتشتغل جوا البيت وبرا البيت، لكن هي عامله جوا البيت. وبالعكس المشاكل النفسيه اللي احنا بنعاني منها اطفالنا هلا نتيجه وجود المرأة إنها بتشتغل جوا البيت وخارج يعني برا البيت، فهذه من إحدى الأسباب الأساسية اللي هي المرأة ما دافعت عن نفسها في هذه الحقوق، إنه فكرت خلص أنا مجرد إني أنا بدي أكون في البيت، هذه هذا هو الأساس يعني. نعم، يعني سيدة إشراق، إذا أردنا أن نتحدث عن التمييز القانوني الذي تعانيه المرأة، وهو يعتبر أيضا من أهم درجات العنف التي تتعرض له المرأة، ليس فقط الموضوع هو العنف اللفظي أو النفسي أو الجسدي، التمييز القانوني مقارنة ما بين المرأة العربية والمرأة الغربية، يعني هل هناك فجوة كبيرة في هذا المجال؟ لم أستمع عفوا. أعيد عليك السؤال مرة أخرى في موضوع التمييز القانوني. نعم تفضلي. في موضوع التمييز القانوني الذي يعتبر أحد أشكال العنف ضد المرأة، أحد أشكال العنف المقنع الغير مدرج فعليا، إلى أي مدى المرأة في المنطقة العربية تعاني من هذا النوع من التمييز؟ نعم، المرأة في أوطاننا العربية طبيعة تعاني من هذا التمييز القانوني، يعني من سنوات قليلة فقط أصبحنا نتحدث عن ضرورة إيجاد قوانين مثلا لفرض التناصف، مثلا في تونس يعني منذ انتخابات 2011 يعني بعد ثورة الحرية، منذ ذلك الوقت أصبحنا نتحدث عن ضرورة إيجاد قانون يعني يترك للمرأة حق النشاط السياسي، يعني نقول التناصف، يعني التناصف مثلا في الانتخابات البلدية، التناصف في قوائم الانتخابية. يعني مؤخرا بلداننا العربية ما زالت لم تدرك بعد أنه هناك في قوانيننا يجب أن نضع حتى في القوانين نفسها مساواة وتوازن بين المرأة والرجل. أنا أعتبر أنه بعض البلدان وبلدان عديدة عربية متخلفة جدا في هذا المجال، وعلينا أن نعمل لإيجاد حلول واضحة، وعلى الدولة أن تعمل لإيجاد حلول واضحة. أنا قلت لك مثلا في تونس يعني 2011 المرأة التونسية مثلا منذ سنوات عديدة وهي تجابه وهي تقاوم هذه النظرة الدونية. المرأة التونسية مثلا، وأنا كتونسية هذا مثالا يعني مثال وليس حصرا، المرأة التونسية شاركت مثلا يعني في مقاومة الاستعمار، المرأة التونسية كانت شريكة في دولة الاستقلال، المرأة التونسية كانت شريكة في الانتخابات عفوا في ثورة 14 جانفي، ولكن لم نجد قوانين صريحة تمكنها من العمل السياسي إلا بعد 2011. فيعني صراحة بكل صراحة أنا أقول أن بلداننا العربية علاوة على أنها لازالت متخلفة، لا توجد هناك إرادة سياسية ولا توجد هناك إرادة لسلطة الإشراف حتى تمكن المرأة من المساواة الحقيقية على مستوى القوانين. نعم تفضلي. احنا في برضو بالنسبة لبلادنا العربية ما تزال نقطة انه المكانة الاجتماعية للعائلة، فبتلاقي انه احنا هون في اوروبا ما في الواسطة، يعني انت بتلاقي في البلاد العربيه اذا اهل المعتدي عليه بيحكوا مع الشرطه او بيحكوا مع عطوه او بتغير الحل في اطار العائله بطريق بيختلف عن القانون اللي لازم يطبق عليه. هذا الحكي مش موجود في البلاد الاوروبيه، القانون ساري على الكل بنفس الطريقه. فهذه من اهم الاشياء اللي احنا اذا بدنا ننظر لتوصيات، انه النظر في البعد عن المكانة الاجتماعية أو المكانة الوظيفية لهذا الفرد. وهنا نعود لنفس النقطة، هي ثقافة العيب، يعني أن المرأة لا تجرؤ على الحديث بأنها تعرضت لعنف لفظي أو عنف جسدي، وغالبا ما تحل الأمور في إطار العائلة أو إطار العشيرة. يعني نعود لنفس النقطة اللي هي الثقافة المجتمعية المحكومة فعلا فيها المرأة في المجتمعات العربية. سنعود لإكمال الحوار حول هذا الموضوع ونتحدث عن الحلول المطروحة
مساحة فعلا لتضييق رقعة اتساع دائرة العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية وبشكل عام، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. هذا الموقف لا يجوز بحال أن نعتبر أن المشروع الصهيوني مكافئ أو أقل خطورة من المشروع الإيراني. العالم العربي بين التمدد الإيراني والمشروع الصهيوني، حوار خاص مع الدكتور عزام سلطان التميمي. حوار خاص يأتيكم في الأوقات التالية. لماذا خرج مسعود برزاني لإعلان تمسكه بنتائج الاستفتاء في هذا الوقت بالتحديد؟ هل تعتبر تصريحاته عودة للتصعيد أم مناورة سياسية؟ وما مصير ملفات الفساد في العراق بعد التقارير عن تورط مسؤولين كبار فيها؟ وهل حزمت الأحزاب السياسية أمرها بالنسبة للانتخابات؟ هذه الملفات وغيرها نناقشها في برنامج بالعراقي، يأتيكم الثلاثاء 14 بتوقيت غرينتش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج المشهد. أعود لضيفاتي هنا في الاستوديو. أعود لك سيدة ألانا، إلى أي مدى يتم أيضا استخدام موضوع الدين، تطويع الدين يعني إذا كانت هذه العبارة صحيحة، لممارسة العنف ضد المرأة، والدين هو أبعد تماما عن مثل هذه الممارسات؟ طبعا نحن ننطلق في هذه يعني في هذا الجانب من قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. وهنا يأتي الفهم الخاطئ لبعض الرجال وحتى بعض النساء، لأن احنا المشكلة يعني أنا ذكرتها وأصلتها منذ البداية أن المرأة أحيانا شريكة في صناعة ما نتكلم عنه الآن من العنف. حين تفهم خطأ، حين تتصرف خطأ، حين لا تعرف كيف تدير أمورها بطريقة صحيحة وسوية. فالقوامة بالعكس هي تكليف للرجل وليس التشريف، هي عناية بالمرأة، بالبيت، بالمصاريف، بالأولاد، وليست معناها أن يتجبر ويطغى. لكن نعم له صناعة القرار وهذا ليس عيب. الآن نحن في سيارة، من سيقود السيارة؟ سواء كان رجل أو أنثى هو شخص. نعم ممكن أن يشارك من يركب السيارة في الطرق الأقصر للوصول إلى الوجهة أو إلى غيره، ولكن في الأخير حقيقة يجب أن يكون هناك شخص يعني هو الذي يقود. ولكن كيف يتم تطويع هذه العبارة بشكل خاطئ في المجتمعات العربية؟ تطويعها بأن يطغى الرجل في هذا الأمر ويفعل ما لا يعني يستحق وما لا ينبغي بحجة القوامة. يعني يأتي هنا دور الإصلاح والناشطين والداعيات في بيان الوضع الحقيقي للقوامة، وما المفروض يعني المفروض أن يعمله الرجل، وما المفروض أن ترفضه الأنثى. نعم أنا لا أنكر يعني وأنا قادمة من هذا الوسط أن هناك حقيقة إساءة في هذا المفهوم. لا أعرف لماذا يعني يوصم الإسلام بذلك، ولكن طبعا كل الديانات وكل الأفكار تعاني من نفس الكارثة. نعم. أشارك معي أيضا السيدة عروب صبح، الباحثة والإعلامية من عمان. أهلا بك سيدة عروب معنا. يعني تعديلات كثيرة أدخلت على قانون العقوبات في الأردن فيما يخص مواجهة العنف ضد المرأة، هل هذه التعديلات كافية حتى الآن برأيك؟ التعديلات جيدة جدا، قد لا تصل إلى طموحنا جميعا، ولكن دائما العمل مستمر نحو التطوير، لكن التعديلات جيدة جدا. ما زلنا بحاجة إلى تعريف كلمة التحرش، لأن هذه الجريمة تندرج تحت أكثر من
مسمى. لذلك أعتقد أنه لا نزال نحتاج أن يكون هناك تعريف واضح للتحرش بما يقتضي فيما بعد أن يكون هناك طرق معروفة من الممكن أن تكون خطوات معروفة للذي يتعرض أو التي تتعرض للتحرش بكيفية الإبلاغ وكيفية أخذ حقه. يعني هل تعتقدين سيدة عروب أن المرأة وصلت لهذه المرحلة، يعني حتى تحديدا في المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الأردني بشكل خاص، هل وصلت لهذه المرحلة في حال تعرضها للتحرش أن تلجأ للقانون، أم أن ثقافة العيب فعلا ما زالت متأصلة في مجتمعاتنا وتمنع المرأة من هذا التوجه؟ طبعا ما هذا 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 هي جريمه مسكوت عنها منذ مده طويله وما زال مسكوت عنها. وللاسف الشديد المجتمعات العربيه، دعيني اتكلم عن المجتمع الاردني، لا يقبل كثيرا للمراه ان تتكلم عن حالات التحرش التي تقع عليها بشكل عام، ولا يقبل لها ان تتحدث عن هذا عن هذه عما حدث بالعموم، لكن وخصوصا انها في معظم الاحيان هي يرمى الحق عليها بانها ربما كانت تلبس لباس معين، ربما كانت تتحرك بطريقه معينه، فدائما هي الملامه تقع عليها يعني. فايضا لذلك تتحرج النساء والبنات من ذكر هذه ما يحصل معهم لانه قد يعود باللوم عليهم. نعم، أعود لك في هذه النقطة سيدة عبير البلبيسي. التحرش الجنسي في القوانين، هل يعني هناك عقوبات على من ينتهك حق المرأة في هذا المجال، بعيدا عن حتى أنه المرأة يعني لديها ثقافة العيب، قانونيا هل هناك معالجة لمثل هذه المواضيع، أم يعني قالت السيدة عروب الصبح أنه ما زال هناك في الأردن محاولات ضغط لأن يكون هناك عقوبات واضحة حول مثل هذا النوع من الانتهاك؟ في بريطانيا بتهيألي في عقوبات، لأنه يعني العقوبات سواء كان التحرش سواء كان جسدي أو لفظي، فهنالك عقوبات واضحة ومكتوبة ومقننة وممكن الرجوع إليها. بالنسبة لبلادنا العربية زي ما تفضلت الأخت، إنه التحرش يعني هو زي كأنه صار نوع من التجمع، خلينا نقول الشباب مع بعضهم، نوع من اللهو أو التسلاية لهم إنه يقعدوا في مناطق معينة، مجرد ما يمروا البنات يصير في نوع من التحرش. هذه الظاهرات اللي موجودة عندنا خاصة في بلادنا العربية، اللي عدم وجود يعني مراكز معينة للشباب ليقضوا أوقاتهم فيها، فعم بيستغلوا أوقاتهم في طريقة يعني ما عم تجدي في تغيير هذه التحرشات اللي موجودة بالنسبة للبنات، أو خلينا نقول البنات اللي في نفس السن يعني. فمن هون هذه القوانين كتير ضرورية إنه إحنا نبدأ يعني نطور فيها، ويمكن برضو إنه إحنا نجيب الجيل الجديد في تدخلاتهم مع الجيل الكبير في تغيير، لانه التغيير بيبدا من وين، الاصلاح بيبدا من وين، بالنفس. فاحنا اذا بنبدا مع هذه الشريحه من المجتمع اللي هم الشباب الطالعين الجداد، هذا حيخلق تغيير كثير كبير في في قوانيننا الجديده. نعم، يعني في ظل هذا المشهد سيده لنا، وفي ظل يعني خلينا نقول يعني سلطه المجتمع التي تعيش. سيدة عروب، نعم، لديك تعقيب، تفضلي. نعم، أريد أن أعقب أن موضوع التحرش لا يقف عند موضوع الشباب يقفون في مكان ويتجمعون في مكان لتحرش بالبنان. التحرش أصبح أونلاين، التحرش من رجال كبار، التحرش من في أماكن العمل، التحرش له أوجه كثيرة وأماكن كثيرة يحصل فيها أحيانا، التحرش داخل العائلة من أقارب. صحيح، يعني لا ينبغي أن نقول أن التحرش ونضع التحرش فقط لأنه يصدر عن مجموعة معينة من البشر بعمر معين أو بشكل معين. للأسف الشديد أن هذا الشيء يصدر عن
العديد من البشر بأماكنهم وأعمارهم وأشكالهم المختلفة. وخلق. نعم صحيح. أعود لك سيدة لانا، يعني في ظل هذه النظرة وفي ظل أيضا يعني ثقافة العيب المحكومة بها المرأة العربية، لابد أن يكون هناك جهات تساعد المرأة في تثقيفها نوعا ما، في مساندتها. هناك العديد من الهيئات النسائية الناشطة في المنطقة العربية وفي الدول العربية. هل فعلا يعني هذه الجمعيات هي جمعيات قوى ضاغطة على الحكومات، أم في بعض الأحيان نشعر بعض الجمعيات وكأنها جمعيات من البرستيج الاجتماعي بين قوسين؟ نعم بعضها برستيج اجتماعي وبعضها تعمل، والحمد لله أوصلت الحقوق يعني جمعت الأم بأطفالها، فصلت في النزاعات، يعني ربما طردت رب العمل الذي ضغط على المرأة ولم يعطيها حقها، حسب قوة الجمعية، حسب دعم النساء لهذه الجمعية. نرجع ونقول الموضوع من المرأة نفسها، أن هي لم تؤمن أن هذا حق لها أن تشتكي أو تتكلم، ومثل ما تفضلت ثقافة العيب، إذن كيف ستعمل هذه المؤسسات؟ هل هي عبارة عن مجرد مكاتب وأوراق موظفين؟ نعم. أم هي بالفعل عبارة عن قضايا تحمل وتوضع على الطاولة، ويعني تكون المرأة مستعدة أن هذا الأمر ربما ينتشر ويأخذ حقها حتى في الإعلام أو في الجرائد أو في غيرها؟ نعم. فالبعض نعم يعمل، وحقيقة أنا من يعني عملي غالبا المؤسسات الدينية قامت بشكل كبير في هذا الجانب، يعني ابتداء من أئمة المساجد، من الدعاة، من المصلحين، يعني غالبا ولله الحمد عندما تصل المرأة إلى هؤلاء الأشخاص تجد هناك حل، لا نقول ربما قانوني أو ربما بمعنى مساعدة. نعم مساندة. مساعدة، يعني تجد من يتكلم معه بهدوء، وسواء أب أو سواء أخ أو سواء يعني رب عمل أو زوج، نعم، بهدوء وبطريقة جيدة، ووصلوا إلى حلول ولله الحمد. أما إن لم تنفع وكان هو يعني حقيقة على خلق وطبع سيء، فطبعا بالحالة للأسف تلجأ إلى القضاء يعني. نعم أعود لك سيدة إشراق الكامل، إذا أردنا أن نتحدث عن الحلول للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية، ذكرتي في سياق الحديث موضوع الإرادة السياسية، وهذا موضوع هام جدا، يعني أن نتحدث عن استراتيجية شاملة على أعلى المستويات من قبل الدولة، تدخل فيها طبعا المؤسسة التعليمية في الدرجة الأولى، المؤسسة الدينية، المؤسسة الإعلامية، كل ذلك يفترض أن يساهم بكسر يعني هذا النمط التقليدي في المجتمعات العربية، التفكير بدور المرأة وطبيعة المرأة. إلى أي مدى المجتمعات العربية أو الإرادة السياسية في المجتمعات العربية قريبة من تبني مثل هذه الاستراتيجية؟ تبني مثل هذه، أنا أعتبر أستاذة سوسن أنه علاوة على أن نتحدث عن تدخل الدولة ودور المؤسسات يعني رقابة الإشراف وغيره في إيجاد حلول لحالات العنف، فعلينا أيضا أن نعتبر أنه أنت تقولي إلى أي مدى، أقول لك إلى أي مدى عندما يكون التدخل القانوني صارم وواضح، وعندما تكون المرأة نفسها متقبلة هذا الموضوع. يعني سأعقب على سؤال لك لزميلتي معك في الاستوديو، يعني عن صمت المرأة، المرأة في حد ذاتها هي شريك في الجريمة. ما هذا أيضا يعود لذلك أنا قلت المؤسسة التعليمية، يعني عندما نتحدث عن المؤسسة التعليمية نتحدث عن التربية في المدارس منذ النشأ، يعني كيفية تربية الطفل سواء كانت فتاة أو كان ولد. كأم ولكن هي نعم أهم أساس، يعني هي الأم كيف تعلم بنات تربية في الأسرة، وهذا هي يعود لتنشئة الأم الجذور في النهاية. نعم العائلة في النهاية. نعم أستاذة العائلة أيضا، يعني العائلة هي النواة الأولى للمجتمع، إذا كان العائلة تربي البنت على أن تكون صريحة عندما تتعرض إلى التحرش الجنسي لا تخجل من ذلك، عندما تتعرض إلى العنف من زوجها لا تخجل من ذلك، عندما مثلا دعيني أقول لك نسبة وأعتذر من زميلتي عروض معك، 80% من الفتيات ضحايا جرائم الشرف في الأردن مثلا، يعني تظهر من خلال شهادة الطب الشرعي أن عذريات، هذه مثلا هذه إشكال. في بعض الدول العربية إن لم تستطع المرأة إثبات جريمة الاغتصاب تعاقب بتهمة الزنا وممكن أن يقام عليها الحد، يعني هذه مشاكل وعاهات اجتماعية. مثلا أحدثك حتى الدور الديني هنا، لماذا قلت لك منذ قليل أن هناك فتاوى
ليست دينية إنما سياسوية. تدخل الدين في هذه المسألة أمر ممنهج وأمر يعني يضع من البنت تصمت لأنه تخاف أن تدخل في الحرام والحلال. ولكن نحن نتناسى أنه هناك في خلينا نتحدث نعود شوية للقرآن، أنه في سورة المجادلة وأول الآيات كان هناك حوار ديمقراطي بين النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة خولة بنت ثعلبة عندما أتت لتشكي من زوجها وتعالج ظاهرة الظهار أنذاك، وتقول لرسول الله: يا رسول الله، ما الحل؟ زوجي قال لي أنت علي كظهر أمي. فماذا يجيب الرسول؟ أنه لم ينزل الوحي. لكن رب العزة يجيب في الوقت أنه يعني هذه الظاهرة هي ظاهرة متخلفة، وأنه الطلاق لا يكون إلا إذا ذكر الرجل الطلاق. يعني هذا حوار ديمقراطي بين الله وبين امرأة وبين الرسول. ولكن للأسف يتم تطويع الدين بطريقة خاطئة حسب مزاج الدولة وحسب ما تريده. يعني في اعذريني على المقاطعة سيدة إشراق، هذا ما نتحدث عنه الحلول الآن. ما قصدته عندما نتحدث عن استراتيجية تتبناها الدولة على أعلى المستويات من التنشئة، يعني الوضع حتى ما قبل الأسرة، المدرسة عندما يتم تنشئة الطفل الذكر على المساواة مع الطفلة ويتم إعلام الطفلة بحقوقها، التعامل معهم سواسية دون أن يكون طرف قوام على آخر بطريقة سلبية، عندما يكون هناك أيضا دور المؤسسة الدينية يسير في نفس هذا النهج، عندما يكون هناك إعلام يتحدث بنفس الطريقة، ألا تعتبر هذه حلول مشتركة يمكن أن تصحح في النمط التقليدي في المجتمع؟ الحقيقة الحديث يعني عدة مؤسسات تشترك في هذا الأمر: مؤسسة تربوية، المؤسسة الدينية، المؤسسة التعليمية، ثم طبعا نخرج إلى القانون والحقوق وإلى غيرها. فإذا نحن من البداية بدأنا صح سننتهي إلى صح، وإذا بدأنا خطأ سننتهي إلى خطأ. هذا هو، هذا الطفل الذي اليوم عمره 4 و5 سنوات في يوم ما سيكون قاضي وسيكون حاكم وسيكون صانع قرار. فالأمر يعني حقيقة منذ العصر الإسلامي الأول ولله الحمد مثبت أن الحقوق متساوية. الله سبحانه وتعالى قال: إن المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الصائمين والصائمات، لم يسبق أحد على أحد، ويفرقهم العمل الصالح فقط والنهاية الطيبة. فالقرآن مليء، الأحاديث، الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل من، يعني الآن تفضلت الأخت على الأقل هي تطالب بحق، تقبل من ما أتت مرأة وتقول: أنا لا أحب زوجي، أنا لا أطيق العيش معه. ومن هنا أتت موضوع الخلع وأتى موضوع الحقوق. طبعا نحن لا يعني نقول أن هذا الأمر على عواهنه، لكن نقول تقبل هذا الأمر بمعنى موجود، ولكن طبعا بذوق وبطريقة وبحدود. فالحاصل من الموضوع هي قضية تكاملية. لا أستطيع أن أقول المسجد أو المؤسسة الدينية تقوم لحالها، أو المدارس مثلا نفترض مادة السلوك والتهذيب ندخل فيها مثلا هذا الموضوع، أو غيرها أو غيرها من المؤسسات، إنما هي عبارة عن دائرة متكاملة، الكل يأخذ قسم ونصيب فيها. نعم، أعود لك سيدة عروب صبح من عمان، يعني برأيك ما هي الحلول التي يمكن فعلا أن تحد من هذه الظاهرة؟ أنا أعتقد أن التجربة التونسية والتجربة المغربية غنية جدا بالحلول التي طبقت، ونرى أن هناك تقدم كبير في قوانين الحماية من العنف، قوانين المساواة، قوانين الجنسية التي الحقيقة مشت بها تونس ومشى بها المغرب بطريقة جيدة جدا. المساواة في الحقوق والواجبات هي الخطوة الأولى بالتأكيد، منع أي شكل من أشكال النمطية أن يصدر أو يظهر في الإعلام وفي منشورات الدولة أو في منشورات المؤسسات الكبيرة في الدول. أيضا تعليم الأطفال حقوق الإنسان، الموضوع صحيح. نحن لا نريد أطفالنا أن فقط يتعلموا حق المرأة، نحن نريد أطفالنا صحيح. البنات والأولاد أن يتعلموا حقوق الإنسان بالطبع. أن يتعلموا حقوق البشر لا فرق صحيح. حولهم لا فرق. عندما نطالب بحقوق المرأة نحن نطالب بالعدالة للمجتمع، لا نريد شيء من الرجل، نريد أن نكون أن نعيش بعدالة في مجتمع يحترم الرجل ويحترم المرأة صحيح. ويحترم حقوقهما معا، لا أحد أحسن من الآخر. أعتقد صحيح. أن العمل على الدساتير وموائمة القوانين للدساتير والاتفاقات الدولية التي تنص على
إعطاء الفرد المواطن سواء كان ذكر أو أنثى حقوقه وطفل هي ما يجدر أن يفعل الآن. صحيح. بالإضافة إلى تدابير طبعا داخل الدولة في منع الصور النمطية سواء كان من خلال المؤسسة التعليمية أو من خلال الإعلام. شكرا. وأؤكد على موضوع حقوق الإنسان كتعليم للأطفال. شكرا جزيلا لك سيدة عروب صبح الباحثة والإعلامية من عمان على هذه المشاركة. أعود لك سيدة عبير. أنا برأيي دائما أي تغيير بده يقوم في الفرد إذا ما بنى من الأشخاص نفسهم القوانين لو تحطيها من التنشئة فأنا برأيي أي تغيير بده يبدأ من أتليست خلينا نقول اللي عمرهم 15-16 سنة كتربوية. أنا بحكي كإنسانة تربوية. صحيح. أي تغيير إذا بده يقوم فيه نبدأ مع المراهقين. المراهقين إذا هم نشأوا على حقوق يعني أنت إذا بتطلع على برامج التلفزيون الكرتون بتلاقي فيها إنه بحطوا لك العنف كله للأولاد وللبنات اللي هي بتلعب باللعبة فيها. صح. فإحنا عمالنا بنخلق هذا الإشي من هم أطفال يعني. صح. من هم عمرهم أيام أشهر سنة إنه البنت هي دائما تلعب باللعبة والولد بيقدر يلعب بالنينجا وبهاي الألعاب. فإحنا التغيير إذا بده يبدأ في تثقيف الأجيال القادمة، تثقيف المراهقين. نعم. في التعامل، في احترام المرأة، في حقوق، حتى يصير التساوي. يعني هون التغيير الجذري اللي بده يصير. نعم. على عجالة سيدة أيضا لانا، العنف ضد المرأة كيف ينعكس أيضا على عنف في المقابل ضد الرجل من قبل المرأة؟ العنف أسري في النهاية. العنف يولد العنف. يعني كثير من النساء يعني وهذا طبعا خطأ جدا ترى أنها إذا ضربت ستضرب. إذا مثلا فعل بها ستفعل هكذا. طبعا هذا خطأ. الخطأ لا يجابه بخطأ حتى لو هو أخطأ. فالأصل أنك يعني تسلكين القنوات والسلوك الصحيح للخروج من هذا المأزق. لا شك أن لكل فعل ردة فعل مساوية له في القوة ومعاكس له في الاتجاه. شكرا جزيلا لك سيدة لانا الصميدة، رئيسة جمعية المرأة المسلمة سابقا. أشكرك جزيل الشكر سيدة عبير البلبيسي الأخصائية النفسية والناشطة في مجال حقوق المرأة. أشكر أيضا ضيفتي من اسطنبول السيدة إشراق الكامل الباحثة في القانون الدولي والسيدة عروب صبح من عمان على هذه المشاركة. بذلك نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة التي كانت نسائية بامتياز اليوم. إلى لقاء في حلقة جديدة. هذا الموقف لا يجوز بحال